أحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا مرة أخرى، وتحية المسيح سلام ونعمة الرب يسوع المسيح تكون معكم. وتأمل جديد، تأمل اليوم حنتكلم سويا عن أسباب الانحرافات الروحية، وهي ثلاثة حسب التثنية 13. النبي الكذاب يدعي النبوة ويضلل الناس بقال الله وقال تعالى، أو يقول لك هذا الكتاب وحي من عند الله وهو كذاب. كلمة الرب تقول بخصوص هذا النبي الكذاب: وإذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو عجوبة، ولو حدثت الآية والعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ولا ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي. هذا تثنية 13 الآيات 1-3. 2 أسباب الانحرافات الروحية: الموروث الثقافي. غالبا ما يكون سبب الانحراف عن الطريق الأهل. مثلا لما تصير مسيحي وأهلك ما عندهم جواب، يقولون لك حنا ولدنا هكذا، وأبائنا وأجدادنا كانوا مسلمين وحنا صرنا مسلمين مثلهم، جاي أنت وتغير عاداتنا وتقاليدنا؟ أو أنك تتزوج واحدة مطوعة وتقول لك ربي لحيتك وقصر ثوبك، الزوجة تبغاني كده. أو العكس، تلاقي الزوج يقول، يكون هو المطوع ويقول لمرته حط البرقع والبس قفازات وشراريب، زوجي يبغاني كده إلى آخره. كلمة الرب بخصوص هذا الأمر تقول: إذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك وصاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى، فلا ترضى منه ولا تسمع له. تثنية 13 الآيات 6-8. ثلاثة الانحراف الجماعي. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، حتى لو وجد الجماعة تسير في طريق الضلال وعلشان لا يتم قطعه من الجماعة ويصير منبوذ، يحاول أنه يسايرهم ويصير مثلهم. لكن كلمة الرب تقول في صدد هذا الموضوع التالي: قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى. تثنية 13 لآية 13. طيب وين هو الطريق الصحيح؟ الجواب: علشان تضمن نفسك انك ماشي في الطريق الصحيح، يجب عليك ان تجعل الله اله المحبة رقم واحد في حياتك. الله اللي يحبك بدون اي سبب تخليه رقم واحد في حياتك وقبل كل شيء. الله قبل النبي وقبل الأهل والأقارب وقبل المجتمع وقبل كل شيء. إذا كان إله الحب رقم واحد في حياتك، فمن الطبيعي أنه يكون حنون عليك وما يخليك تجرب فوق طاقتك، ولكنه حيوفر لك المخرج من التجربة. كورنثوس الأولى 10-13، ويرجع حياتك زي ما كانت وأفضل. شوف أيوب قبل التجربة وبعدها، تلاقي ربنا ضاعف له كل بركاته بعد ما صبر واحتسب أمره للرب يسوع المسيح. فإيش هو قرارك أنت؟ هل أنت حتعلن حبك للمسيح؟ طيب اثبت هذا بالفعل وشارك هالمقطع مع أصحابك وأهلك على الفيس وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. شارك هذا المقطع وانت تقول بصوت مسموع: يسوع رقم واحد في حياتي. الرب يباركك ويبارك كل من يسمع كلمات الرب يسوع ويعمل بها. آمين.